ديال شي حد راه الناس ما كيديناش، كيفاش تحرم هاد المسكينه هادي وتحرم هاد المعاهده في داعي. احنا واقفين هنا ان شاء الله من اجل مسانده هذه الفئه، هذه الشريحه من ابناء جلدتنا، من البسطاء والضعفاء والمحجور عليهم، من لا مستقبل لهم. هاد الناس هادو اللي بغى يمحيهم هاد السيد الرئيس بجره قلم، معاكسه ضدا على اراده القانون وضدا على اراده المواطنين وضدا على معاكسه قرارات اداريه امره موجبه بالتنفيذ. السيد حاصل على التفويض من طرف رئيسة المجلس الجماعي منذ 2021 و22 و23 و24، ضيع الخزينة الجبائية الجماعية لجماعات المعارف ملايين الدراهم سنويا بحكم التعنت ديالو، وبحكم أنه إنسان يعادي فئة هو جمع الصالحة بالطالح ويتكلم على هذه الفئة. كاين الرخص اللي عندها 60 سنة وجمعهم مع أصحاب جيلية الصفرين، هي الحالة الشادة داخل هذا القطاع. السيد لا يؤمن أبدا ب الشق الاجتماعي التي دعا إليه ولي أمرنا صاحب الجلالة نصره الله، وتتبناه الحكومة المغربية بعين العطف للرئيس ديال هذه الحكومة والأمين العام ديال الحزب ديالو. إذا هذا السيد ضد الإرادة المولوية السامية، ضد الإرادة ديال الحكومة، وضد التوجه ديال السيد رئيسة المجلس الجماعي في الشق الاجتماعي والقانوني والحقوقي، وضد فئة من أضعف خلق الله. هو يتكلم على الريع، تكلم على الريع مرحبا، إذا كانت عندك جرأة سياسية قوية خرج عطينا اللائحة ونحن نتكلف بها ونحن أهل لها، وسنقوم بنشر هذا الغسيل المتسخ على أنظار الرأي العام الوطني بحملة إعلامية وحقوقية وقانونية بالمتابعات، نحن أهل لها، بل وأوجدنا الخالق جل جلاله من أجلها. اليوم جينا خرجنا نوقفوا قدام مقاطعة المعارف من أجل تجديد الرخص، للأسف هذا الرئيس كيمتنع على تجديد الرخص، للأسف بأن هذا السيد عنده أهداف وأطماع أخرى، هذا السيد باغي يدخل علينا كاسة رو سبور، هذا كاسة رو سبور باقا أوفيسيال ما كايناش، لأن الوالي الجهة حبس كاسة بيئة، حبس كازا بيئة لأن قال الاختصاص ديالك هو البيئة، ماشي الاختصاص ديالك هو الرصيف. اليوم هذا السيد كيقول لك بأن باغي يدخل الشركة، هذه الشركة بأي صفة باغي يدخلها؟ بأي قانون؟ هذا السيد كيقول لك كاين اقتصاد الريع، اقتصاد الريع هو اللي خلقوه، أنتوما اللي خلقتوه، وأنتوما اللي كدوزوا صفقات في مجلس المدينة، أي ما هاد الناس اللي اليوم واقفين عندهم رخص الامتياز، منهم ذوي الاحتياجات، منهم الأرامل، منهم العجزة. اليوم هادشي نتوما اللي درتو، نتوما اللي تحملوا مسؤوليته. اليوم كتقول لك بان المعارف منطقه سياحيه، المعارف ليس بمنطقه سياحيه، المعارف من امد الازل كان منطقه سكنيه، كاين حي سكني. اليوم هاد السيد كيقول لك بان حنا كنمثلوا الفساد، اي فساد كنمثلوا هاد الشريف؟ ورينا هاد الفساد اللي كنمثلوه، يخرج لنا يقول لنا حنا كنمثلوا الفساد، بان حنا ناس شرفاء خارجين كنقلبوا على طرفه الخبز، حنا راه امناء، حاضينش غير الطوموبيلات، راه حنا حراس ديال السيارات، حراس ديال المحلات التجاريه، حراس ديال السكينه، باي حاجه كتوقع حنا الاولين اللي كنكونوا في الواجهه، حنا اللي كندافعوا. شحال من مواطن ضحى بعمره، شحال من كارديان ضحى براسه، وشحال من كارديان مات، وشحال من كارديان تكرفص، علاش؟ باش يحمي هذاك النيس ولا يحمي السياره ديالو. انت اللي بغا تحطط لي ماكينه، هاد الماكينه شنو هو الدور ديالها؟ كتصرف في الفلوس، وانتوما جمعوا الفلوس، هادشي هو الدور ديال الماكينه، هاد الماكينه ما حمت راسها، ما بقى غتحمي الناس. اليوم راك قيس المقاطعه غنقول لك غنبقاو، ومازال غنوقفوا، وغنبقاو نوقفوا حتى ناخذ الحقوق ديالنا. انا ابن مقاوم، والوالد ديالي ضحى بالغالي والنفيس، وهاد الرخصه انا تعطاتني لسبب انني ابن مقاوم، وهاد الناس بغاو يحرمونا وما بغاوش يجدوا لنا الرخص، وحنا كنناصروا سيدنا الله ينصروا تحت ظل واري في صاحب الجلالة الله ينصره، اللي هو كيوقف مع الفقراء. بغينا هاد الناس يشوفوا وين ظروف هاد الفقراء باش يعاودوا يجدوا لنا الرخص، لان عندنا عائلات، كاين الناس عندهم كريدي، كاين الناس اللي عندهم دراري صغار كيقراوا، وما يمكنش يضيعوا هباء ما بين عشيه وضحاها. هذا السيد هذا الرئيس هذا الله يهديه باش يجدد لنا الرخص. وحنا كنشكروا الرئيس السي محمد الحاج شباك اللي هو كيجدد الرخص، هذاك السيد كيجدد الرخص، وهذا السيد الله يهديه. وحنا ابناء مقاومه، احنا دائما تحت وارف ظل صاحب الجلاله الله ينصره.